Abbiamo poco tempo. Mi sa che ti Andiamo. حازم انت كل ما تقفل موبايلك ابوك ياكل دماغي عشان يلاقيك. اوعى 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 اوعى. حاضر. ايه يا افندي تقدر تقول لي قفل تليفونك ليه؟ يا بابا هنفضل مقضينها شغل شغل. بستجم يا بابا. بتستجم؟ بني ادم مننا بابا محتاج يستجم. طب اتفضل تعالى لي حالا. الجماعه بتوع فرونيكا كلموني وجايين. انا مش عارف عاوزين ايه. انا عارف يا بابا هم عايزين يجوا ليه؟ عشان يمضي العقد. بس برضه لازم تيجي. ايه اللي ناديكي شريه؟ ايوه ومحدش بيعرف فاهم معاها الا انت. للاسف يا بابا الينا عندها ظروف قهريه مش هتقدر تيجي معاها. انت مين اللي قالك؟ ها ايه رايك؟ كفايه عليك كده. شفت يا بابا شفت ابنك بيتعب علشانك ازاي؟ مش مهم دلوقتي انت رجع الكاميرا تاني. حازم يا ابني انت ثروه قوميه ولاني ساعات ما بطيقش سامحتك نفسي يمر عيني كنت اشوفك مسؤول عن زوجه وبيت عموما مش وقت الكلام ده بس يا حازم اثر معاه زي ما انت عايز خليك حر زي الطير طير انزل على كل غصن شويه خصوصا يا حازم الغصن اللي كان معاك من شويه ويا ريت عشان خاطر بابا توريني الغصن ده تاني. الله ايه يا باشا ده؟ ده انت بتنشن حلو قوي. احنا في مولد شايفني واقف وسط عصافير انت ايه اللي جابك؟ مشتري ارض الغردقه رجع في كلامه. ايه عايز يستنى لحد ما القضيه اللي المحافظه رافعه علينا يتحكم فيها. الراجل ده مجنون؟ اكيد مجنون. هو مش المحامي شرح له ان المحافظه لا يمكن ترجع في العقد بتاعها واحنا هنكسب القضيه هنكسبها؟ يا باشا يا باشا الفلوس اللي هتدفع كتير قوي والراجل برضه خايف من لبش. السيوله اللي كانت معانا حطيناها في المكن الجديد. هنجيب فلوس منين عشان نصنع فيرونيكا؟ ايه راي سعادتك نرجع في عقدنا مع فيرونيكا؟ يا واد النصاحة اللي انت فيها دي وان شاء الله هنجيب الشرط الجزائي منين؟ انا عاوز افهم انت مين عينك مدير مالي؟ حازم ابن حضرتك صاحبي انا الانتيم اجبرك تشغلني عندك. حازم حازم كل الكوارث بيجيني من ورا حازم. خلاص ناخد قرض. قرض بقى واجراءات ومفيش بنك هيوافق يدينا اي قرض في الظروف المهببه دي. مش بقول لك انت مدير مالي فاشل؟ طب ايه راي سعادتك ان في بنك خليجي فتح في مصر وسامع ان ناوي يضخ مبالغ ضخمه جدا ومحتاج عملاء كمان؟ مش بقول لك انت اشطر مدير مالي انجبته مصر؟ اسمه ايه البنك ده؟ البنك اسمه ايه؟ ايه يا مايسترو؟ اطلع. بنك الشرق. ورئيس مجلس الاداره اسمه لحظه واحده فؤاد الملط. فؤاد الملط؟ احنا كنا دفعة واحدة في الكلية. لا 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 انساه 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 ده راجل نمكي وما يعرفش ابوه. يمكن اتغير يا باشا ده انتوا سايبين الكلية من يجي 70 سنة. نعم بس حضرتك لسه شباب. عندك حق يجوز اتغير. طيب بس احنا قبل ما نروح له ونكشف ورقنا ليه عاوزك تعرف لي عنه كل حاجة يمكن نلاقي السكه نخش له منها. تتقشر وانا ازقز يا باشا. رياضي ومالوش اصحاب. خروجته الوحيده هو تراك النادي. صارم جدا في شغله. يعني رخم. وريني بقى حضرتك هتعمل معاه ايه؟ طب اخلع انت بسرعه، اخلع. ايه ده؟ ايه يا اخي؟ مش حاسب يا كابتن ايه؟ مين؟ ايه المفاجأة الحلوة دي؟ فؤاد الملط. معقول؟
مطران كامل. أيوة. والله زماني مطران. يا وحشني يا فؤاد، والله وحشني قوي قوي قوي. يا والله ما اتغيرت يا فؤاد طول عمرك، نشيط ورياضي. يا يا محاسن يا ليلى، وانت برضه ما اتغيرتش. ليه؟ عينك زايده. لا انا بس بمرنها عشان ما تعطلش. طول عمرك دمك خفيف يا فؤاد. يا فاكر يا فؤاد، والله ايام فاكر ايام امتحان المحاسبه، فاكر لما بوست ايدك عشان تغششني وانت كنت هتبلغ المراقب عني؟ ما يبقاش قلبك اسود بقى. انا برضه ربنا كرمك. ماشي. انت كنت فاشل في الكليه وبقيت راجل اعمال قد الدنيا. الحمد لله. على فكره انا دارس الاقتصاد والسوق كويس قوي. بقول لك يا فؤاد، ما تيجي نقعد في التراس نشرب لنا فنجانين قهوه، لان فعلا انا مشتاق لقعدتك الحلوه. طب ما تيجي نلف اخر ست لفات الفاضلين. ايه الرخامه دي؟ افندم؟ لا بقول لا، حاضر تحت امرك. هم سته ولا خمسه؟ ستة. ولا اثنين؟ ستة. سته. طيب عشان اتفضل حضرتك. اتفضل. هاي هوب. ايوه. معقول يا بدران؟ اصل حازم ابني كان يا دوب عنده 10 سنين ساعه لما امه توفت. الله يرحمك يا سوزي، وحشتيني. وابنك اكيد بيساعدك في الشغل. الا بيساعدني. يا ده هو دراعي اليمين. المهم انت بقى عامل ايه واحوالك ايه؟ ايوه. ايه الزود يا كابتن؟ فيش الا الترابيزه دي؟ ما الترابيزات كتير قدامك اهي. سلمى بنتي يا بدران. اهلا وسهلا. انا اسف يا بنتي، معلش اللبس هو اللي لخبطني. اهلا وسهلا. عمك بدران كامل عشره قديمه. ماشي. سلمى تبقى كابتن فريق كره القدم النسائيه هنا في النادي. كره القدم؟ ما شاء الله. اللي هي بتاعت ابو تريكه وشيكابالا وكده. ايه ده؟ ايه في ايه؟ فاول؟ بتشرب قهوه عريق يا بابا. هو اللي غصب عليا. لا لا ما ينفعش الكلام ده خالص. احنا هنشرب لبن، وطبعا عارفين ان اللبن ده حاجه مفيده جدا. البيض، البيض بقى بيكمل القيمه الغذائيه. ده انا ما بمشيش من غير بيض. الاقيش ربع جبنه رومي. يا سلام بقى لو ضربت لك شوب كده على الصبح تبقى وحش. اتفضل اتفضل. انا لا فضل. معلش قفيني انا. لا 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 لازم تسمع الكلام طبعا. انت مش شايف وشك مخطوف ازاي؟ مين اللي خطفه؟ مش عايزين بقى لوك لوك، دي فيها كميه كالسيوم رهيبه. ايش يا بابا؟ حاضر حاضر. وايه لزوم الكالسيوم ده كله واحنا بنسلم؟ اشرب بقى. ايه اسمع انا يا كابتن، انا جايه يا فرج. بابا هروح الجيم اعمل تقويه على عضله السمانه. بالتوفيق ان شاء الله. ايه المواعيد الزباله دي؟ على فكره الكالسيوم ابتدى يشتغل. عايز دول بيضربوا بعض. معلش هي طريقتها ناشفه شويه لانها دايما في الجيم وفي الملاعب ومع فرج وكده يعني. و كابتن فرج اللي اداها بالبونيه في مناخيرها ده خاطبها؟ لا فرج تبقى مدربه الاحمال هنا في النادي، بنت برضه. فرج بنت؟ بنت؟ يا راجل يا فؤاد كنت في مخلوع من ساعتها. للاسف بنتي مش مرتبطه. ولا يهمك يا فؤاد، ان شاء الله ان شاء الله ربنا هيرزق بنتك بابن الحلال قريب قوي. يا رب، ده يبقى اسعد يوم في حياتي، ويا ريت اعيش واشوف اليوم اللي يبقى لي حفيد صغير اخده في حضني واقعد ابوس فيه. امه 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 فؤاد انت كده هتشفطني. اطمن يا فؤاد، في شباب كويسه كتير. انا عايز واحد يشيلها في عينيه بعد كده انا اشيله فوق راسي، مش هخليهم محتاجين لحاجه ابدا. دي بنتي الوحيده. يا عين عليك يا حازم. اتجوز يا بابا؟ الكلام الغريب اللي انت بتقوله ده، ده انت من اسبوع عمال تقول انزل على كل غصن شويه، خليك حر زي الطير. لما حسيت ان انا بكلم مدحت صالح. يا حازم افهم، انا يا ابني انا نفسي قبل ما اموت اشوف لك زوجه، اشوف اولادك، العب معاهم واخدهم في حضني. حازم العمر بيجري يا ابني. يا بابا بس احنا مستعجلين على ايه؟ بقى بعد الصياعه اللي انت صيعتها في حياتك دي كلها جاي تقولي مستعجلين ليه؟ وبعدين يا ابني انا هجيب لك اي حاجه، ده انا هجيب لك عروسه تفرح، عروسه تشرح القلب. ايوه هو ده اللي باخده منك يا بابا.
بص يا بابا، انا مش هسمع كلامك تاني. انا كل ما اسمع كلامك بلبس بعد كده. المره دي يا بابا انا ليا شروط. وامرني يا سيدي. ايه هي شروطك بابا؟ انت تعرف نانسي عجرم؟ نانسي؟ وفي حد في الدنيا ما يعرفش نانسي؟ حلو. ايه اللي بيعجبك في نانسي؟ رقتها. إليسا، تسمع عن إليسا؟ إلا اسمع عن إليسا. بتحب إيه في إليسا؟ عينيها هايفة. دي بقى بيعجبني فيها كلها على بعضها. حلو. أنا بقى عايز هايفة على نانسي على إليسا مضروبين في الخلاط كده هوب تطلع عروستي. موضوع صعب، أنا عذرك أنا عارف. هو إيه اللي هايفة وإليسا ونانسي؟ أنت عاوز واحدة تتجوزها ولا تعمل لها شريط؟ يا ابني انا بكلمك في جواز ومسؤوليه. بقول لك يا بابا، من الاخر حلوه ولا مش حلوه؟ يو يا حازم بقى، حلوه ايه ومش حلوه ايه؟ الله يا ابني افهم، الجواز ده موده ورحمه. ايوه بقول لك يا بابا، فكك من الشويتين دول، حلوه ولا مش حلوه؟ حازم يا ابني، الحاجه الوحيده اللي اضمنها لك انك هتشوف حاجه عمرك ما شفتها ولا هتشوفها. لا حول ولا قوة إلا بالله. بذمتك بذمتك ده دراع واحدة بنت. سيبي الزفت ده بقى وفهميني، يعني انت مش عايزة تقابلي الراجل، انت عايزة تكسفي أبوكي قدامهم؟ أبوكي إدى كلمة خلاص. يا ماما من فضلك، إحنا قفلنا موضوع الجواز ده من زمان. يا بنتي يا بنتي، كل بنت مثلها الجواز. وبعدين أبوه الراجل محترم وأنا عارفه كويس، يعني حازم ده ابن ناس، شوفيه مش هتخسري حاجة. أنا الجواز ده مش في دماغي أصلاً. ليه بس كده يا بنتي؟ عن إذنكم بقى، أنا عندي تمرين. الله، انت ليه عايزه تعملي فيا كده وما تقابلهمش؟ يا بنتي يا حبيبتي، يهديكي ربنا يا حبيبتي، ما تصغريش ابوكي قدام الناس دي، وبعدين ما فيش حد هيغصبك على الجواز، دي مجرد زياره. حاضر يا ماما. السلام عليكم. السلام عليكم. بنتك دي هتشلني. معلش معلش يا حبيبي، ما انت عارف كويس قوي ان بنتك ما بتطقش سيره الجواز. حالها مش هيتصلح الا لما تتجوز وتبقى ام. لازم انا وانت نعمل المستحيل عشان الجوازه دي تتم باسرع ما يمكن. سلمى جايه حالا. انما انت حازم مش شبه بابا خالص. الحمد لله قدر ولطف. نعم. اقصد لا، بابا احلى مني طبعا طبعا. النسكافيه بتاع حضرتك سكر زياده. شكرا شكرا. مين دي؟ الشغاله. اذا كانت الشغاله كده، امال العروسه تبقى ايه بقى يا معلم؟ شوف انت بقى. مساء الخير. اهلا اهلا. تعالي حبيبتي، تعالي تعالي على مهلك، تعالي اتفضلي ادخلي اتفضلي يا عروسه. ده النسكافيه خير يا جماعه، كل ده خير. بس اللي احنا اتفقنا انك تلبسيه. انت مش قلتي لي البس ملون؟ ما هو ملون اهو. سلمي على بدران بيه وحازم. اهلا وسهلا. عيش لو واخذه بقى. اهلا اهلا اهلا. اتفضلي اتفضلي. سلامه رجلك يا بنتي. شفت، كنت بلعب في التقسيمه فتحت سبرنت، قامت بنت على خط قصاني. وانت يا حازم غاوي كوره زي سلمى كده؟ في الحقيقه عمي مش قوي بصراحه. على فكره الراجل اللي الكوره ما بتجيش في دمه يبقى ما عندوش نخوه. طب مش نغير بقى موضوع الكوره ده؟ هو في احلى من الكوره واللعبه الحلوه؟ قولي بقى، بتشجع مين في السلساو؟ السلساو؟ هي السلساو نفسه. الحقيقه انا مش متابع فرق الاقاليم. يا نهار اسود، مش عارف السلساو؟ منتخب البرازيل ده. انت جاهل جاهل يعني. الحقي بنتك هتطفش الراجل ده، ان ما كانش طفش اساسا. طب انا بقى هقوم اجيب لكم التورته اللي انا عملتها بايدي علشان. ايوه قومي معايا. يلا قومي 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 قومي. يلا على مهلك على مهلك. عايز تجوزني لعيبة كورة؟ ودي بقى لما احب اعملها فرحة اعمله فين؟ في السلة المغطاة؟ يا ابني انت فاهم الجواز غلط. انت محتاج زوجة تقف جنبك كتف في كتف. دي مالهاش غير في الكتف القانوني. ودي بقى لما اعرفها باصحابي اقول لهم ايه؟ المدام ليبرو تقدر تقول لي واحدة زي دي هتجيب لطافة ورومانسية منين؟ انا حازم بدران حلم اي بنت مراهقة هيحصل فيه كده. ايه حازم بدران؟ حازم بدران يا سلام يا اخويا. انت فاهم يعني انت الوحيد اللي مقطع السمكة وديلها؟ يا 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 شوف بدران بقى. انا بدران شخصيا لما كانت عيني تيجي في عين واحده كانت تقع في دباديبي على طول.
ومع ذلك لما جيت اتجوز اتجوزت امك. قصدك مامو وحشه جدا؟ قصدي إيه؟ انا حزين جدا على فراقها. يا ما وقفت جنبي وقفت راجل. ايوه بابا ماما وقفت جنبك وقفت راجل، انما انا في ظروفي دي هتجوز الراجل نفسه. حازم يا ابني انا هجيب لك من الاخر، المصنع ممكن يتقفل في اي لحظه يا حازم، وعشان ننفذ عقد فرونيكا محتاجين فلوس بالعبيط. الحل الوحيد قدامنا اننا ناخد قرض من البنك اللي ماسكه ابو سلمى. اه ده الحكايه كده عشان الشغل عسيد على مستقبلي. لا يا بابا ده جواز، ده جواز يا بابا. انا قلت لك اتجوز دلوقتي، شايف المأذون على جنبي؟ احنا مش اتفقنا معاهم على فترة التعارف؟ خلاص مسألة في ايدك انت، طول في فترة التعارف دي على قد ما تقدر لغاية احنا بنخلص المصلحة ونخلع. هنستنى البط عند البراميل اللي هناك دي. البنادق هادي اول بندقيه رش. ايوه وادي تاني بندقيه رش. ايوه وانتوا يا عم انتوا هتصطادوا بالسهام ولا ايه؟ لا احنا بنصطاد ببنادق خرطوش، لكن انتوا عشان مبتدئين هتصطادوا بالرش. أيوة.